مرض السكري هو مرض مزمن يتسبب بارتفاع مستويات السكر في الدم. أنواع السكري، هناك نوعان رئيسيان. النوع الأول عادة ما يصيب الأطفال والمراهقين والشباب، أما النوع الثاني وهو الأكثر شيوعاً فيصيب الكبار والأصغر سناً الذين يعانون من البدانة. أسباب مرض السكري وتشمل عوامل مناعية ووراثية، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة خاطئ كعدم ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير صحي. من أعراض مرض السكري العطش الشديد والتبول المتكرر، بالإضافة إلى الشعور بالتعب وفقدان الوزن. علاج مرض السكري يعتمد علاج النوع الأول من السكري على الإنسولين، بينما يعتمد علاج النوع الثاني على الحبوب أو الإنسولين أو الاثنين معا. من مضاعفات مرض السكري اعتلال الأوعية الدموية وضعف تروية الأطراف، بالإضافة إلى اعتلال الكلى وشبكية العين. نصائح عامة لتقليل الإصابة بمرض السكري أو مضاعفاته: علينا نتبع نظام غذائي صحي ونمارس الرياضة بشكل منتظم والحفاظ على الوزن المناسب، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم بصورة منتظمة وقياس نسبة الكوليسترول والسكر حسب إرشادات الطبيب.